من أصل 83 صفحة تضمنت محاور مخطط عمل الحكومة بملاحقه، كان للاقتصاد نصيب الأسد بفصل كامل ضم أزيد من 25 صفحة، حوت الكثير من التفاصيل التي سبق الحديث عنها والكثير من الأمور والإصلاحات والمقترحات الجديدة. محاور الشق الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة توضح الكثير من اللبس وتشرح المشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد لتكون بمثابة البوصلة التي تواجه الاستثمار مستقبلاً عبر رقابة صارمة وحماية للموارد مقابل منح المزيد من التسهيلات والتحفيزات. فيما يخص مخطط الحكومة هو عبارة عن وعود التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه خلال الحملة الانتخابية، وبالتالي هذه الوعود هذه كانت تتمحور أساسا حول الشق الاقتصادي. بطبيعة الحال هذا الشق الاقتصادي يتناول قضايا تتعلق بالاستثمار، الإصلاح مثلا لانيميريزاسيون دو لادمينستراسيون، يعني يتعلق كذلك بإعطاء أكثر ثقة للمؤسسات الاقتصادية خاصة العمومية من أجل المبادرة في يعني الفعل التسييري. أفكار اقتصادية ومقترحات عديدة تضمنها مخطط عمل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وفريقه الحكومي، من تطوير الفلاحة إلى بعث السياحة ومعالجة اختلالات المؤسسات. يبقى الهدف واحد، هو السعي لإنعاش اقتصادي حقيقي يمسح الصورة السوداوية ويفتح الباب على مستقبل أفضل.